أن أعرف أني أنا قاصر يعني أنا في إلي حقوق تختلف عن شخص غير قاصر. المجتمع الدولي والأمم المتحدة لما وضعوا القوانين صنفوا القاصر لا يمكن اعتقال شخص أقل من 12 سنة به. وأنا شايف أنه تحركاتك بتوحي أنك رح ترتكب مخالف، ولكن أنت لازم تكون عارف الصح عشان تعرف تحمي حالك. من واجب الجندي أنه يعرف عن نفسه وعن سبب الاعتقال. أطلب وبجراءة، لأنه أي تصرف غير قانوني في داخل المنزل اللي بيكون مسؤول عنه الضابط المسؤول. هيئة الأسرة، وبتصل على الصليب الأحمر، وبتصل على الإعلام، وهي يومها وهي تاريخها، وبنفس الوقت في شهود عيان. ولكن الابن لما يلاقي أبوه سنده موجود بيختلف كلياً، وهو لم يتمكن من عمل أي شيء. بس أصير فوق ال 18 بكون أنا إنسان مثقف فاهم واعي، بختار الطريق اللي بدي إياه. ولكن أنت هلأ مكانك هون، ولكن أنت عارف شو راح يصير في أمك، شو راح يصير في أبوك، شو راح يصير في أختك. مشاكل نفسية لا تعد ولا تحصى. كل الكبيرة بتعرفوا شو اللي أصعب من القتل وأصعب من الأسر؟ شو أصعب إشي تشوفي ابنك فيه؟ شو بطلب إني أشوف محامي؟ التزام بالصمت، بمضيش ولا على أي ورقة إلا ليجي المحامي، إني أمضي على الأوراق بس بلغتي. أعرف شو تهمتي، وبعدين إذا عرفت أحاول أطلب منهم يوكلوني محامي.